secondo. Predator. اوكي، المرة الماضية حكينا شوي عن البلان اللي بدنا نشوفه بالديسكريبسيون المادي الانفو ابليكي، وقلنا بدنا نبلش بسيونس مخصصه للويندوز وبعض الكوموند اللي نحن بحاجه لها. نشوف في حدا طالب بده يفوت على الصف عندنا ولا عند غيرنا ولا ساره. اوكي، دخلت على الصف، ماشي الحال. دونك نحن هلا بدنا نروح على نبلش بالكوموند الخاصة عن الويندوز. راح نبلش ب اوفرتور لسيسيون دو ترافاي، راح نروح مباشرة على البريزونتاسيون. المرة الماضية بلشنا فيها، بس راح نبلش من الكوموند اللي لهم علاقة بالويندوز. دونك نحن أول شيء بدنا قصة السيسيون دو ترافاي، كلكم بتعرفوها هي، بس الواحد يفوت على الويندوز إذا في باسورد محطوط على الكمبيوتر أكيد بده يدخل اليوزر نيم والباسورد تبعه. نحن هلا حطينا عم نعمل رابيل في حال رجعنا على الكلية وبنشتغل باللاب. إجمالا كل واحد رح يكون عنده أكونت بيفتح له إياه الأدمن وبيعطيه يوزر نيم وباسورد. هسا هاي اليوزر نيم والباسورد أكيد رح يكون تحطوه عندكم على ورقة على التليفون حيالله محل، المهم انه لازم نكتبه بمحل انه معرضين بأي وقت ننساه نحن على او نخلط مع باسورد ثاني. هاي شغلة مهمة لحتى ما يضيع الواحد كل مرة يضيع وقت ربع ساعة ونص ساعة لحتى نقول نعمل له كرياسيون، وهي عم نحكي باللاب لا يوزر نيم جديد وباسورد. اجمالا اليوزر نيم بالكلية راح يكون هو النيميرو ديتيديون تبعكم، هيك بيكون فيش ولا اتيديون عنده نفس اليوزر نيم مع طالب ثاني، بينما الباسورد في غيره مثل ما بده الباسورد، بينما اليوزر نيم ما فيناش نغيره. دونك راح نعمل شويه بروبريتي هلا رابيل، اكيد كلكم بتعرفوهم يمكن هودي. بروبريتي لفناتر، نعرف انه كل شيء قدامنا على الويندوز راح يطلع بشكل ويندو، ويندو يعني معناتها فناتر. فالفناتر عندها عده بروبريتي. دونك اول شيء البار دو تيتر، البار دو تيتر هي اول سطر بالفناتر نسميه بار. دونك لبار دو تيتر مكتوب عليه التيتر، مثلا نطلع هون باول سطر نعرف شو اسم البروجرام اللي احنا بنستخدمه وشو اسم الفايل اللي فاتحينه. وفي عندنا بعض الايكون الموجودين هون موجودين بالاخر، او دي كمان لهم اتيليتي لازم نعرفهم، اكيد انتم بتعرفوهم راح نمر عليهم بسرعه نحن لحتى ما يكون في حدا بيعرفهم، واذا في شغله مش عارفها بصير يعرفها. دونك البار دي ستاتو دونك هي بعكس البار دي تيتر، مش اول سطر بالفناتر، هي اخر سطر بالفناتر. مش مبينه هون عندي هلا. هي اخر سطر موجود تحت، اذا بيجي بياخذ مثلا الوورد هلا عندي انا هون بتطلعوا هي السطر اللي هون مكتوب عليه باج 2 اوف 4 اكسترا، هي بنسميه سي لا بار دي ستاتو. على البار دي ستاتو في عندي مثلا مود دي ليكتور، في عندي الزوم، في كبر الزوم ونقصها من هون بدون ما اروح على المنيو ودور على الزوم. دونك اجمالا اول سطر الموجود فوق هو بنسميه لبار دو تيتر تايتل بار، والهيد اللي تحت اخر الفناتر شو بنسميها ستاتيوس بار. دونك هودي في هون اشياء ممكن تساعدني انا اقدر اعمل اكسي عليهم بشكل سريع. مثلا اذا كنت بالوورد بلاقي اسم البروجرام اللي عم بستخدمه وشو اسم الفايل انا متواجد فيها ديسكريبسيون انفو ابليكي ويندوز اي سومير دو وورد. هاي الشيء اللي احنا بدنا نعمله اليوم. اوكي، هيدي بالنسبه للبار دي تيتر. البار دي ستاتيو، البار دي ديفيلمون او سكرول بار هي الاسانسور، كما بسموه اسانسور، الفلاش طلوع ونزول او من خلال هالكاري اللي هون في اقبس عليها ونزلها وطلعها لحتى اقدر اشوف انا انفورماسيون بتواجدي عندي جوات هاي الفناتر، انه هاي الفناتر او الاكران موجود قدامي على الشاشه ما في يشوف انا كل الدوكيمون اللي انا بدي اشتغل عليها. يعني مثلا عندي هاي، كيف بدي انا اشوف المعلومات اللي تحت؟ بدي اعمل لهم ديفيلمون، طلعهم يا طلوع يا نزول.
او اذا معي سوري مثل السوري اللي معي انا في عليها رولاد، دونك هذا الرولاد بس اعمل ابره من الدولابه اللي هون بصير يعمل ديفينمون لشو للانفورماسيون الموجوده قدامي. دونك هودي بتصور انتو اشياء بتعرفوهم بس بنا نمر عليهم بسرعه. لبار دي منيو او منيو بار هي هاي اللي هون فايل هوم اند سيلف اللي هي راح تتغير حسب شو البار دي منيو حسب السوفت وير اللي انا عم بشتغل عليه. دونك هاي فعليا نحن بنتعلمه انه نفوت جوات هودي المنيو وكل منيو نشوف شو في عندي كوموند جواتها واتعلم شو الكوموند هودي في انا استخدمه. هاي بالنسبه للبروبريتي للفنتر. نجي لريديمونسيوني اون فنتر. ريديمونسيوني يعني اذا انا فناتر كبيره على كل اكرون بس بدي صغيرها شوي مثل ما انا مصغر هاي الفناتر اللي هون، في عندي هاي البوتون مينيمايز وهي الماكسيمايز. اذا برجع لهون على الورد بيجي بكبس على هاي ضلع او على الثاني اللي هون لزغره ولا بيصغر لي اياه صار بشكل صغير. اذا بدي رجعه مثل ما كان هو برجعه بكبس. اذا بدي سكره نهائيا ونزله لتحت على التست بار اللي هون اخر سطر بال على الشاشه عندي هي بسموها تيست بار بكبس عليها بتتسكر الفناتر وبتنزل لهون. اذا بدي اعود افتحها بكفي اعود اعمل كليك عليها هون بتنفتح عندي مباشره لهون. دونك هي كمان هودي بروبريتي بتصور انه الكل بيعرفوهم كيف اقدر انا صغر وكبر الفناتر مثل ما بدي. يمكن انا هي التصغير اللي هون ظهرته طلع كثير صغير في يجيب على الكوان في يجيب على الكوتي على اليمين على الشمال فوق مطرح ما بدي في على الكوان اجي انا واشد ظلني كابس على زر شمال للسوري بقدر كبر الفناتر قد ما بدي. لو هي شغله انه بتصور الكل. طيب اذا بدي اعمل ديبلاسمون لهالفناتر اللي هون بيجي على البار دو تيتر هي الله محل بالبار دو تيتر بكبس على زر شمال للسوري يعني جو ميتيان لو بوتون غوش دي لا سوري انفونسي ظلني كابس عليه وبحرك السوري كعدني انا مثل معي بانس بنسى ولقطوا لهي الفناتر من البار دو تيتر تبعه من التيتر تبعه من العنوان تبعه وحد اخذته انا على وين؟ على المكان اللي بدي اياه. دونك انا فيه انا عندي اكرون صغير عاده بعض الاحيان مجبر بدي احط اثنين فناتر حد بعضهم هاي. دونك اذا بدي احطهم حد بعضهم مش لازم يكون عنده نفس الديمونسيون تبع الاكرون كله سوا مضبوط ولا لا؟ دونك لازم صغرهم. دونك لازم اعرف انا كيف صغر الفناتر بهالشكل. وهي الشيء اللي عم نعمله على الفناتر هاي بكره بالوورد باي نسبه لاي فيجور لتابلو في انا غير الديمونسيون بهالشكل هاي يا من خلال كوان يا طلوع ينزول يا من خلال كوتي في يكبر يا طلوع ينزول يا على اليمين على الشمال مثل ما انا بيناسبني وبدي كبره على كل الاكرون في يكبره على كل الاكرون ولا رجع للحاله الطبيعيه اللي هي على كل الاكرون. اجمالا انا وقت اللي بشتغل وعندي اكرون كبير شو لازم اعمل بالفناتر تبعي؟ احطه على جزء من الاكرون وما استخدم الاكرون كله سوا؟ ما نحن عندنا توندونس انه كل ما كان الاكرون كبير كل ما كان اريح له مزبوط ولا لا؟ كبروا على الفناتر كلها سوا لحتى اقدر اشوف الشيء اللي بدي اياه. دونك ديبلاسمون دون فناتر بلاسي دو فناتر على الاكرون كمان هيدي مثل ما قلنا من شوي بنقدر نعمل اتحكم بالديمونسيون لحتى اقدر اشوف اثنين فناتر حد بعض. نوصل للبار ديتاش او تيسك بار هون عندي. تيسك بار هي اخر سطر موجود عندي هون على الشاشه. لاحظوا شو في عندي على الشاشه. في عندي مثلا هالبرامج الاكثر شيء انا بستخدمها. حطتها هون وملزقها على التيسك بار. لشو انا بحطهم هون عندي على التيسك بار؟ لحتى بسرعه كبسه زر مثلا بدي استخدم مايكروسوفت تيمز دغري بعمل كليك عليها بيعمل لي لانسمون. بس بالعادة فينا نروح نحن لوين؟ فينا نروح على على الديسكتوب تبعنا. إذا بدنا نروح على الديسكتوب تبعنا نطلع من هاي ونكبس هون على الزر على آخر الشاشة ولا صار عندي no connected declare all Microsoft شو بدي فيه هنا كل ما سوا
اوكي راح نشيلهم هذي. ولا وين نرجع الشيء اللي احنا عم نشتغل فيه على البار ديتاش. اوكي البار ديتاش قلنا بنشوف عليها عده اشياء وعده اتيليزاسيون من الباسكول اونتر لي فينيتر اوفير. يعني انا اذا بدي اروح هلا هسه عم بشتغل على الباوربوينت مزبوط، عم بعمل بريزنتاسيون للباوربوينت. طيب اذا بدي اروح على الوورد الفيشيه اللي عم بشتغل فيها انا، دونك كبسي على الوورد هون يعطيني الفيشيه، اذا فاتح بليزيور فيشيه رح اشوفهم حدا هون مباشره، دونك كبسي عليها بروح لوين؟ على الوورد. اذا بدي اروح ارجع على التيمز كمان كبسي لهون وبرجع على الفناتر تاب على التيمز. دونك البار ديتاش بالنسبه لي انا هي اتيليتي كثير مهمه بالنسبه لي انا، اللي هي بتخليني اعمل باسكول. شو يعني باسكول؟ يعني بدي انتقل من فناتر لفناتر. عشان هيك مش بحاجه كثير انا، انه بعض الاحيان بحاجه احط اثنين فناتر حد بعضهم على نفس الشاشه، بس بما انه عندي هاي المويه انا انتقل من فناتر لفناتر بكبسه زر تحت. دونك هي شغله كثير مهمه لا اقدر انا اروح عليها. هسه الباسكول وديسك توب مش عم تمشي معي هلا. الديسك توب مش عارف ليش مش عم يقدر يعطيني اياها. نو نيو نوتيفيكيشن مش موجودة هون عندي هلا. بروجرام اون ستاد اكزيكيوشن، اذا بدي اطلع شو من البرامج اللي انا فعليا عم بشتغل عليهم. مثلا عندي هلا بروجرام اسمه كاركتر ماب، بعرف انه موجود هون، بس اجي سكر ولا هالكاركتر ماب لاحظوا كانه بضل موجود عندي هون ولا لا، الا اذا انا قايل له اعمل له لزق لي اياه هون، اعمل لي بين خليه يضل ملزق هون. اذا ببوس هاي الكاركتر ماب هون ولا لاحظوا انا ملزقه هون، هذا شو اسمه مش فاتح. اذا في انا بعمل له ان بين فروم تاسك بار، بعمل رايت كليك على هون وبعدين في يشيله من هون على التاسك بار. دونك اي شيء موجود عندي انا هون معناتها انا في بروجرام، هي البروجرامات على طول بحاجه لهم. اذا بروجرام على طول بستخدمه انا فشو بعمل؟ بقول له بفتحه وبيجي على البوتون تبعه هون الايكون، رايت كليك عليه بيعطيني هلا انه انا في اعمل له ان بين. انا عامل له بين هلا، بس انه اذا مش عامل له هاي بيعطيني بين على شو؟ على التسك بار. يعني عم بقول له ركز لي اياه خليه ثابت هون على التسك بار. دونك هيك بصير في امكانيه شو اعمل انا؟ اقدر انتقل من بروجرام لبروجرام بكبسه زر تحت على الايكون اللي انا بدي اياه. دونك غيرها في عني البارتي موجوده على اليمين هون تحت بنسميها النوتيفيكيشن، بتعطيني اشياء. منها مثلا هلا عندي النتورك كان ماشي ولا مش ماشي، عندي البطاريه، عندي الصون سبيكر، اللغه اللي عم بستخدمها انا ممكن استخدم عده لغات، بختار اللغه اللي بدي اياها فرنسي عربي انجليزي. وفي بيان سور الاورلوج اللي هي مثل ما قلت لكم هلا من شوي نسيت حالي وعم بشتغل شوي عم بحضر لكم نتوفيه، نسينا انه قطعنا بخمس دقائق الحصه. اوكي كمان في امكانيه الواحد يشوفها ويشوف الدات، نحن باي دات هلا اليوم 16 شهر. واذا في شيء نوتيفيكيشن عم تجيني من بروجرام من شيء شغله بتعطيني اياه بعمل افيشار. اذا في عندي انتي فيروس ببين عندي هون، الفناتر اكتيف ديزاكتيف اللي شفناهم هون موجودين عندي. دونك هودي بتصور الاتيليزاسيون تبعهم، بس نجي نستخدمه نحن هودي هاي الاتيليتي تبعهم. وقت بنعيد الشغله مره ومرتين وثلاثه هيك بيخطوا براسنا. دونك الشيء الاساسي انا اللي بدي اياه هلا الكل يستخدمه هي اللي كانت تسمى سابقا ويندوز اكسبلورر، او هلا حاليا على الويندوز 10 بسموها فايل اكسبلورر. دونك شو هو البروجرام فايل اكسبلورر؟ فايل اكسبلورر لحتى اقدر اعرف انا شو في عندي معلومات كان فايل ولا بروجرام ولا شو. كل شيء موجود عندي على الكمبيوتر بدي هاي البروجرام يقدر يفرجيني شو الموجودات عندي على الكمبيوتر. واذا بدي اعمل كرياسيون لفولدر او ريبرتوار خزن فيه معلوماتي او انقل فيه شيء او اعمل رينيم او ديليت او اكسترا، كلهم هودي بدي استخدمه من خلال هاي البروجرام. دونك كيف بدي اعمل لونسمون للبروجرام؟ دونك في عندنا بليزيور ميثود. دونك اول ميثود هي بكتب اسمها دون لا كوموند ران. دونك هاي الكوموند ران اللي نحصل عليها صار في عندنا بالويندوز 10 موجوده عندنا هون، وفي يكتب هلا مباشرة عليها شو؟
رح نرجع على التست بار اللي هون. لوك اذا جيت كتبت انا هون مباشره اكسبلورر بدون ما نحط اكس بتعطيني اسم هيدي البروجرام الابلكيشن اب، بكبس عليها، بمجرد ما اكبس عليها راح بشوف عملت انا لونس مول شو لهي البروجرام اللي اسمه شو، ولا هاي البروجرام اللي اسمه هلا اكسبلورر فاير اكسبلورر بيطلع بهالشكل هذا، في يكبره في يصغره مثل ما بدي الفناتر، بيعطيني علامات الشمال هالبارتي هون شو هن الموجودات الموجوده عندي على الكمبيوتر تبعي، وبلاحظ اللي بيهمني انا في عندي ديسك سي في دي في اي في فوليوم اسمه اف واكسترا عده اشياء. في عندي هلا هون مثلا دوكيمون داونلود ميوزيك بيكتشر اكسترا، كبسه زر في اكبس عليها مثلا بدي اشوف الدوكيمون شو في عندي بالدوكيمون، بيعطيني هالاشياء على البارتي الموجوده على اليمين. البارتي الموجوده على اليمين تعطيني الكونتينيو للشيء اللي انا كابس عليه على الشمال. اذا في علامه هاي البليغرون لاحظوا هون معناتها في شيء جواتها. دونك هون الدوكيمون اذا كبست عليها تفتح لي الدوكيمون وبتعطيني كل الفولدر اللي باللون الاصفر هو فولدر. بين اذا بيجي بكتب انا هون لاروس دي كويزين كليك عليها بيعطيني هلا اول شيء فوق هون هي البارد ادريس، بيعطيني وين انا واقف باي فولدر، شو الفولدر اللي واقف فيه انا. لو في عندي فولدر اسمه لاروس كويزين بهالشكل وجواته شو في جواته هو هاو الدوكيمون اللي موجودين عندي، لا اقدر اشوفهم بدي استخدم سكرول بار دونك بهالشكل هذا. دونك بكبر على الفناتر على الاخر بيصير في عندي سكرول بار بقدر اشوف كميه اكبر من الاليمون اللي بدي اياها. هسه في امكانيه انا اقدر غير بالافيشاج لهي المعلومات، دونك بدي اروح على المنيو فيو فيو افيشي يعني بهاي، دونك يا بختار انا حطيتها لارج ايكون في اعملها اكسترا لارج بتكبر لي الايكون بهالشكل، سمول ايكون بتصغر لي تايتل تيلز بعدين ليست تعطيني اياهم بشكل ورا بعضهم لي كونتنتس ولا ميديوم ايكون اي ديتاي ديتاي تعطيني اسم الفيشيه الدات تبع الكرياسيون اخر مره اشتغلت عليها شو نوع الفيشيه التايب او الاكستنسيون الفيشيه اللي حكينا عنها سابقا او بالانفو جنرال والسايز تبعها قديش ماخذي حجم عندي على هالشاشه. لو نحن فينا نختار الافيشاج اللي بتناسبنا نحن، دونك سمول ايكون لارج ايكون اكسترا ميديوم ايكون حسب ما بدكم انتم شو عم تستخدموها. دونك هيدي اذا انا هون اذا في بدي صغرها هيدي لحتى معه تشوف كل الفولدر بكبس عليها بتصغرها. دونك هون دونك الفايل اكسبلورر بخليني اشوف انا كل موجوداتي عندي على الكمبيوتر، مثلا بدي اروح على الديسك سي او الدي اذا بدي انا اشوفهم كلهم سوا بيعطيني اياهم بالفناتر اللي على اليمين، بدي اشوفهم هون على ميلة الشمال بكبس على هاي علامه البليغرون ليفتح لي اياهم، بيفتح لي الديسك دو وبيعطيني كل الفولدرات اللي باللون الاصفر. الفولدر هو مكان على الهارد ديسك، دونك لحتى اقدر اخزن فيه يا جواته فولدر مثله او سب فولدر او احط فيه فيشيه. يعني اذا انا بدي اروح هلا على ال يونيفرسيتي بلاقي في عندي مجموعة فولدر حطتهم أنا جواته هون. طيب في افتحها أنا هاي اللي هون وروح مثلا على الفولدر اللي احنا عم نشتغل فيه هلا نسميه أنا كور أوفيس، هاي المادة تبعنا بالكور أوفيس عطاني كل المحتويات تبعه هون الفولدر مع الفيشيه. دونك هاو الفيشيه إذا بدي الفولدر أنا خليوني بينه هون عندي وانتقل من فولدر لفولدر بكبس هاي الشغلة الفلاش على اليمين بيعطيني كل الفولدر الموجودة عندي. دونك انا باي سنه هلا بالكور 2021 بالكور 2021 شو في عندي جواته، في عندي فولدر اسمه اكسس مايكروسوفت اكسل مايكروسوفت وورد باوربوينت وفي عندي هالمجموعه الفايلات هودي اللي انا فيي استخدمه. واذا بدي اروح جوات فولدر محدد مثلا على مايكروسوفت وورد بعمل دبل كليك عليه بصير جواته. كيف بعرف انا باي فولدر واقف؟ بتطلع هون بالبار دادريس، هي بسموها البار دادريس. اوكي؟ هاي البار دادريس بتطلع،
انا على الديسك دير جواتها البروجرام تبع الاورديناتور، على الديسك دير اسمه ديت، في جواته فولدر اسمه اليونيفرسيتي كور اوفيس، جواته في عندي فولدر اسمه كور 2021 اوفيس، وجواته في فولدر ام اس وار، وجوات انا الام اس وار بلاقي كل هول الفايلات الموجودين عندي بهالشكل هذا. في عندي مجموعه فايلات، هالمجموعه الفايلات بلاحظ انه اللي علي دبل في بهالشكل، بعرف انه هيدي ستن في شيء مايكروسوفت وورد، الشيء اللي احنا بدنا نتعلمه. ها بيعطيني الاوتر منين جاي والسايز والدات دو موديفيكاسيون، وعندي اياهم مكتوبين هون بهالشكل هذا. اوكي طيب، هيدي اذا كان عليها علامه دبل في، اذا عليها هيدي العلامه اللي هون البي، بعرف انه هيدي بدي استخدم البروجرام اللي اسمه باوربوينت بيعمل لي برزنتاسيون اللي بكره رح نتعلمه. بينما هيدي الشكل اللي هون الايكون اللي هون تعطيني شو؟ انه هالبروجرام هو معمول على بروجرام اسمه ادوب اكروبات، يعني يعني نوع من ايماج لحتى ما غير فيها. دونك هودي بتصور انتم بتعرفوهم يعني. ها؟ مثلا هيدي الفيديو، حاطط فيديو انا من سنه الماضي كنت مسجل المحاضره على عزتي اياها وجبتهم لعندي لهون. شو الواحد يجيب المعلومات ويخزنها عنده. دونك هي بالنسبه لنا ل الشيء اللي نحن بدنا اياه من خلال الويندوز اكسبلورر، شغله كثير مهمه انه اقدر انا احصل عليها بسرعه. دونك اول طريقه قلنا هلا فينا نكتب اكسبلورر تحت وتعطيني اوصل اليها مباشره. في طريقه اسرع هلا من خلال البوتون الويندو الموجود عندكم على الكيبورد، في عندكم باخر شيء على اخر سطر على الكيبورد، في عندكم اكبر توش هي سبيس، على شماله في ال، وعلى شماله في عندي توش ومحطوط عليها السمبول تبع شو؟ تبع الويندو. اذا بكبس عليها وبكبس على هذا البوتون مع الحرف اي، دونك اوتوماتيك ملاحظه هلا بس كبست عليه هون دغري عمل لي لانسمون لشو؟ للفايل اكسبلورر او الويندوز اكسبلورر. دونك هي شغله طريقه سريعه حتى الواحد يقدر يحصل عليها لهيدي. فيك تعيد دكتور، فيك تعيد اخر شيء شغلات نعلق عند الخط؟ هذا البوتون ويندوز موجود على الكيبورد عندكم اخر شيء، وين موجود؟ وين السبيس؟ اكبر توش على الكيبورد، على شماله في توش اسمها Alt، وقبلها في توش مرسوم عليها رسمه السيجل تبع الويندوز، هي الفناتر المقسمة إلى أربعة. بس تكبسوا عليها وبنفس الوقت ضلكم كبسين عليها مع الحرف E. دونك هيدي التوش تبع الويندوز مع الـ E دغري بتعملكم لانسمون لشو؟ لهي البروجرام اللي اسمه شو؟ فايل اكسبلورر. دونك يا بنكتب اسمه تحت هون اوكي، أو إنه بيجي لهون على البوتون ستارت الموجود تحت، بعمل رايت كليك على زر الشمال زر اليمين للسوري، وبيجي بلاقي مكتوب هون بالمنيو في عندي فايل اكسبلورر. كمان شو بنعمل؟ عملت له لانسمون هلا وتشوفوا هلا بيطلع قدامي. ولا اخذ شويه وقت اكثر، ولكن صار في عندنا عده طرق نقدر نعمل شو؟ فايل اكسبلورر. وفينا نروح كمان مباشره بالطريقه العاديه لحتى نروح على كل البروجرام ونوصل للويندوز سيستم وبعمل فايل اكسبلورر. دونك نجي لهون على البوتون ستار، وهون برجع لوين؟ بدي ادور على الويندوز على حرف دبل في، هاي الويندوز سيستم، بفتح الويندوز سيستم هون، بلاحظ في عندي مجموعه كوموند، في الكوموند برومب، في الكنترول بانل، في عندي الفايل اكسبلورر اللي بدي اياه، في الران، تاسك مانجر، عده اشياء موجوده هون. دونك ونفس الشيء هلا في عندنا كمان عده اشياء بدي افرجيكم عليها من زي وصلت لهون. في عندنا الويندوز اكسسوارز، كمان هاي الويندوز اكسسوارز بنفتحها بنلاقي في عندي عده بروجرامات ومنهم كاركتر ماب، هلا راح نحكي عليها شوي، نوت باد، البن، كلهم هودي موجودين عندي وين؟ جوات الويندوز اكسسوارز. وفي عندنا الورد باد اخر شيء. دونك نحن بنختار الطريقه اللي بدنا اياها لحتى نقدر نعمل لانسمون لمين؟ لا الفايل اكسبلورر، لانه هاي الفايل اكسبلورر كثير مهم بالنسبه لي انا، تقدر اشوف انا
شو في عندي موجود، اذا في عندي في شيء بدي محياه، بدي اعمل له كوبي، بدي اعمل كرياسيون لفولدر، هي الشيء اللي انا بدي اياه. دونك كرياسيون، وبما انه انا بستخدمها على طول، لاحظوا شو وين حطيتها انا؟ حطيتها عندي على التاسك بار ولا لا؟ ولا فاتح في فاتحها مرتين. دونك في هي فولدر وهذا فولدر مباشره. ليه؟ لانه على طول بحاجه الى لهيدي هذا البروجرام اسمه فايل او ويندوز اكسبلورر. نحن هلا بدنا نتعلم كيف نقدر نعمل ريبرتوار لحتى نعمل نوع من اورجانيزاسيون للدوني تبعنا، وبعدين كيف نعمل رينيف موف ديليت ل لفيشيه، كيف يعمل فيدي لابوبيل ريسايكل بين، بصير فيها مجموعه من الفيشيه اللي عامل لهم انا ديليت، وهودي كلهم عم بياخذوا محل على الهارد ديسك ولا لا؟ بس اعمل انا ديليت لفايل، مش بتضل فعليه، بتروح من محلها بس بتروح لوين؟ على الريسايكل بين. والريسايكل بين شو هي؟ مش جزء من الهارد ديسك تبعي؟ في حدا يرد علي ولا لا؟ ولا طيب بس دكتور شو السؤال؟ السؤال بس نجي نعمل ديليت لفايل، نحن ما بتروحش على الريسايكل بين على الكوبال؟ امبلغ. طيب السؤال او الريسايكل بين مش هي ماخذه جزء من الهارد ديسك تبعي؟ مش عم تسجل مظبوط؟ يعني اذا جيت انا محيت عدد كبير من الفايلات، ما هن بعدهم ماخذين محل على الهارد ديسك تبعي، شو لازم اعمل من فتره لفتره انا؟ مثل البوبال اللي عندي بالبيت، بس تعبى البوبال شو بعمل فيها؟ باخذها وبفضيها، مظبوط ولا لا؟ دونك انا هول الفايلات اذا بحاجه لهم ممكن ارجع شيء وحده منهم، بس ليش بدي اخليهم لحتى ياخذوا محل كبير عندي على الهارد ديسك ومش عم استخدمهم؟ فمن فتره لفتره بعمل لي شويه نت وياج لحتى يصير عندي اسباس على الديسك تبعي. رح نرجع لهون هلا ونشوف كيف نقدر نعمل كرياسيون لفولدر او سب فولدر. نرجع لهون، لوين راح نروح؟ على جوات الفولدر اسمه مايكروسوفت وورد اللي واقف هنا، وين هو؟ على ديسك دور دي. طيب اذا بدي اعمل كرياسيون لفولدر، بتطلع تحت فوق هون في عندي هذا الريبون الموجود عندي، هل في عندي شيء مكتوب عندي هون كرياسيون لفولدر ولا لا؟ طلعوا لي لشوف، في حدا يدلني عليه؟ بلا نيو فولدر. نيو فولدر، يعني بدنا صرنا نتعلم كمان شوية انجليزي، لأنه صحيح نحن هلا ماخذين المادة بالفرنسي، ولكن أشياء كلها موجودة عندنا بشو؟ بالانجليزي. فمعناتها أنه نحن بنعمل شغلتين بنفس الوقت، نتعلم الفرنسي ونتعلمهم بالانجليزي بنفس الوقت. فهيدي مناش مشكلة، هسا الشرح بنشرحه بالفرنسي بس الكومون موجودين يعني عندنا بالانجليزي. دونك نيو فولدر، دونك قبل ما اعمل نيو فولدر بدي انتبه انا وين متواجد، انا باي فولدر، انا باي فولدر متواجد هلا؟ بالمايكروسوفت وورد، مزبوط؟ هسا اذا بكبس على نيو فولدر وين بيطلع هذا الفولدر؟ جوات هذا هون. لاحظوا شو راح يصير عندي هلا، نيو فولدر ولا عطاني هلا هاي الايكون تبع الملف الاصفر وحط لي نيو فولدر، هل لازم انا اقبل فيه وخلي له اسمه نيو فولدر؟ شو رايكم؟ لا لا لا، نحن شو لازم نعمل؟ ما هو الفولدر عندنا فينا نسميه نحن مثل واحد عنده اتجار، عنده مجموعه رفوف او عنده خزانه وفيها جوارير، لو كل جرور له رقم له اسم وبيحط فيه معلوماته وغراضه اللي بده اياه، بس اذا غرض يوم من الايام بحاجه لغرض محدد لوين بيروح؟ بيروح على الجرور اللي هو حاطط فيه هذا الغرض تبعه. دونك الفولدر نحن هلا بنعمل فولدر، اول شغله بنعرف وين عملنا له كرياسيون باي فولدر، يعني جوات الام اس وورد هذا صار، وبدي اعطيه اسم. هاي الاسم بدي اقول له هلا شو بدي اسميه انا هلا؟ ريبرتوار جلا. بمجرد ما اكبس برا هون راح لاحظ انه شو بصير عندي؟ صار له اسم اسمه شو؟ ريبرتوار جلال. طيب اذا مش عاجبني هالاسم شو بعمل؟ شو بدي اغير؟ بجيب البوينتر عليه، رايت كليك زر اليمين للسوري، دونك بيعطيني هلا، بس اعمل رايت كليك على حيالله شغلي قدامي على الشاشه،
بيعطيني مجموعة الكوموند اللي إلهم علاقة مطرح ما كنت موقف أنا شو البوينتر. إذا بجيب البوينتر هلا على هون وبعمل رايت كليك هون، بلاحظوا إنه هالرايت كليك تعطيني كوموند غير اللي طلعوا هون. إسا إذا اللي بيجي لهون على هالفيشية بعمل رايت كليك على هالفيشية، لاحظوا بيعطيني هول كوموند، بينما على الريبرتوار لاحظوا مجموعة الكوموند اللي طلعوا غيرهم. يعني حسب وين بحط البوينتر أنا وبعمل رايت كليك بتعطيني مجموعة الكوموند الممكن طبقها على الاليمون بوينتو اللي أنا كنت مركز عليه حاط الفلاش عليه. أوكي؟ لذلك هلا شو في أعمل أنا بهالريبرتوار أو فولدر؟ في أعمل له أوبن، في يقول له أعمل لي بين تو أكسس كويك أكسس حتى أقدر أعمل عليه مباشرة إذا بستخدمه على طول. في أعمل له سكان حتى أشوف إذا في شيء فيروس أو لا، وعدة أشياء. ومنها في أعمل كوبي، في أعمل كات، في إبعته سنت تو حي الله محل، وفي أعمل هلا رينيم أو ديليت إذا بدي أطبعه، أو كريت شورت كات إذا واحد في عنده فولدر أو فايل على طول بيستخدمها بيعمل لها شورت كات وبحطها عنده على وين؟ على الديسك توب، بيصير دغري بكبسة زر بيوصل لهي الشيء اللي هو بده اياه. دونك اذا بدي اغير انا شو بعمل؟ رينيم، ولا عاد فتح لي اياها، وقف الكرسير هون وبرجي هلا بمحي من خلال التوش اللي اسمها باك سبيس او من خلال التوش الثاني اللي اسمها ديليت، بمحي الكاركتير اللي بدي اياهم انا. وبعدين شو بعمل هلا؟ ساعتها بعمل بدخل انا هلا اسم جديد للفولدر. طيب هلا صرنا جوة هاي الفولدر هون، اذا بدي فوت جواته انا شو بعمل؟ بعمل دبل كليك، بس اعمل دبل كليك فوت جواته. هلا انكتب اسمه هون ولا لا؟ في اعمل جواته كمان فولدر؟ في اعمل فولدر، بعمل فولدر هلا جديد راح سميه هلا هذا سو فولدر او اون انجليش شو بنسميه؟ سب فولدر، وراح سميه ولا هي فولدر صار جوات شو ريب واين. في اعمل كرياسيون لواحد تاني ولا ساب وفولدر فولدر ولا؟ طيب استعملت انا هالاشياء، هل في اجي انقل فيشية مثلا من هيدي الفيشية هون مايكروسوفت وورد في انقلهم من هون لحتى فوتهم جوات هذا؟ كيف بدي انقلهم؟ السبب انه عندي فناتر هيك قبالي، شو بعمل انا؟ بيجي بكبر هلا الكونتينيو للديسك دي، بقول له افتح لي اليونيفرسيتي، بروح على البروجرام على الفولدر اسمه كور اوفيس، بالكور اوفيس انا سمنت الراس على الكور 2021، وبلاحظ هلا بال 2021 في عندي هذا الميكروسوفت وورد، بفتحه هون بلاحظ هلا انه جوات الميكروسوفت وورد بين عندي الريبرتوار اللي هلا عملت له كرياسيون اسمه شو؟ ريب واين جلال، مزبوط؟ وجواته ما عملتش كرياسيون لاثنين فولدر؟ اذا بكبس هاي التيجران تعطيني هودي اثنين فولدر اللي هون. طيب اذا في عندي انا معلومات هون وبدي انقلها لهون شو بعمل؟ بيجي بعمل كليك على الفايل اللي بدي اياها، اذا كانوا مجموعه فايل جايين ورا بعضهم بكبس على الشيفت بعد ما اكون حددت اول واحد، بكبس على الشيفت وبكبس بعدين على اخر اليمون بيعلم لي اياهم من هون لهون. طيب اذا بدي اخذ معهم هاي الفيشيه اللي هون لوحدها بكبس ساعتها على الكنترول كليك، بس بكبس على الكنترول اللي معلم بضل سيليكسيونيه وبزيد عليه الاليمون اللي عملت عليه كليك بالبوتون جوش دي لا سوري. يعني في نقل انا نقي شو؟ نقي الفيشيه اللي انا بدي اياها من خلال الكنترول، بس اذا جايين ورا بعضهم بعين على اول واحد وبعمل دايم بكبس على التوش اللي اسمها شيف وبكبس على اخر اليمون. دونك هذا هسه الاليمون اللي انا عملت لهم سيلكت في هلا من خلال السوري ضلني كابس على زر الشمال للسوري وبعمل لهم دغري لهون. اذا نقلتهم مباشره من هون لهون حيالله فولدر رح يعمل لهم موف. شو يعني موف؟ يعني بيعمل لهم ديبلاسمون، يعني بيشيلهم من هون وبيحطهم هون. اذا بدي اعمل كوبي بدي انتبه
ظلني كابس على البوتون اللي اسمه كنترول موجود عندي على الكيبورد وبكبس على زر الشمال للسوري. لاحظوا انا حرك السوري لهون حط لي كوب كوبي ولا وبشيل اصبعي انا على البوتون جوش. شو عمل هلا؟ هودي اللي كنت اعمل لهم سيليكسيون اخذت نسخه منهم وين حطيتها؟ بالسب فولدر شو؟ دو ولا اذا بس دكتور هلا هون نحن فينا نعمل كنترول مثلا مع الاكس نعمل كات او كنترول مع اي مع الفيم نعمل باست. ايه يلا هو جايين عليهم هودي او راك كرسي دغري يعني في احصل على الكومون من خلال الكيبورد من خلال الكلافيه يعني بعد ما اكبسهم انا هون واعمل كوبي ها في اعملها من خلال الكيبورد اللي عم تحكيهم. بس انا عم بقول كيف بدي انقل هلا مجموعه فيشيه اذا كانوا جايين ورا بعضهم بكبس على اول وحده وبعدين التو شيفت بضلني كابس عليها وبكبس على اخر وحده. طيب اذا بدي اعمل هلا هودي الفيشيه مع فيشيه بعيده عنهم ما اذا كبست هلا على هيدي بيروح السلكسيون اللي هون. يعني اذا جيت هلا بدي اكبس على هاي انا بس مجرد ما اعمل كليك على هاي لاحظ السلكسيون راح ولا لا؟ راح. دونك لاقدر اعمل سلكسيون لعده اليمون مش حد بعضهم بكبس على التوش كنترول وبكبس على الاليمون بمجرد ما اعمل كليك عليها بيعمل لي سلكسيون وهو مش جايين ورا بعضهم. وبعدين قلنا بزر بضلني كابس على زر الشمال للسوري وبحرك على الفولدر اللي انا بدي اخذهم عليه. اذا ما كنت كابس على التوش كنترول بينقلوا النقل بشيلهم من هون وبيحطهم هون. بس اذا بدي اخذ منهم كوبي لازم اكبس على التوش اللي اسمها كنترول ضلني كابس عليها وضلني اكبس على زر الشمال للسوري وبحركهم لهون. بنيجي للساب فولدر لنشوف شو صار جواته. لاحظتوا هاي الفيشيه الموجودين وين هودا موجودين؟ شفنا القصه وين بتطلع؟ يا بتطلع هون بشوف انا الفولدر اللي واقف فيه هذا اللي بنسميه الريبرتوار او الفولدر كورون اللي انا فعليا متواجد فيه. شو في جواته؟ متواجد فيه هودي الفيشيه اللي نحن نقلناهم عملنا لهم كوبي من محل ثاني. طيب نحن بنطلع على طول بالبار الادريس الموجوده فوق تعطيني وين انا متواجد. هي اخر فولدر متواجد فيه هو موجود جوات هاي الفولدر جوات هاي الفولدر جوات هاي الفولدر واخر شيء موصل لوين؟ للديسك او الميموار سيكوندير اللي احنا عم نشتغل عليها. طيب اذا جينا هاي الفيشيه بدي اعمل لها ديليت شو بعمل؟ بكبس عليها بعمل لها سيلكشن لحتى اقول لشو السيلكت انا بعمله؟ مش لحتى فهمه للوجيسيال اللي عم بيشتغل عليه اللي هو فايل اكسبلورر قول له هاي الفايل اللي انا بدي اشتغل عليها. اذا عملت رايت كليك هلا عليها بيعطيني شو هن الكوموند اللي ممكن انا اطبقهم على هاي الفايل. من الكوموند راح الاقي في وحده اسمها شو؟ ديليت. ولا ديليت بيعطيني بيطلب مني انه على طول بس اعمل ديليت يعطيني مساج انه هل انت متاكد؟ Are you sure you want to move this file to recycle bin؟ هل انت متاكد انك بتعمل ديبلاسمون موف لهي الفيشيه توديها على البوبال على الريسايكل بن؟ ساعتها بقول له يا يس يا شو؟ يا نو. اذا انا متاكد بقول له خلص محي لي اياها محي لي اياها طلع. وبعدها موجوده هون؟ مش موجوده هون بس بانه محيتها انا وين راحت هلا هيدي؟ على ريسايكل بن. راحت على ريسايكل بن. اذا بروح على هلا على ريسايكل بن وين موجودة عند الريسايكل بن هون؟ بتطلع اخر شيء لازم تكون موجودة عندي هون وين هي؟ هاي الريسايكل بن كليك عليها ولا شو قصتها؟ تاخذ وقت ولا شوفوا قديش في عندي هلا اليمون بالريسايكل بن. كيف في عندي وحدة بتطلع تحت بالستاتوس بار اخر سطر بالفايل هيدي الاكسبلورر ويندوز اكسبلورر عطت انه في عندي 242 ايتم. هل انا بحاجه لهم هودي؟ ما انا محيهم او شو بدي فيهم؟ او في شيء مسميه في شيء تمبورير. بما انه هلا انا عندي البوبال ملاني شو بعمل؟ رح دور هلا شوف انا وين الفايل اللي محيتها؟ كيف بدي فرجيها دغري انا؟ دونك هون في عندي النيم اوريجينال لوكيشن وين كانت موجوده الديت للديليت عندي محيطها السايز والايتام تايب والدات موديفيكاسيون. اذا بيجي بكبس انا على هاي بكون عم بقول له اعمل لي ارانجمون لهو بالنسبه للدات. بس اكبس انا هون
لاحظوا حط لي الفيشيه اللي هلا بعدني محيها انا، عمل لهم كلاسمو من خلال شو؟ ديرنيير دات دو موديفيكاسيون. اذا بقول له لا اعمل لي ترتيب بالنسبه للسايز، مجرد ما اكبسها بحط لي الكبيره اول شيء وبعدين الاصغر 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 للاخر. دونك اذا انا بدي احصل على الفيشيه اللي هلا انا بعدني محيها شو بعمل؟ بقول له روح على اخر وحده محيتها بلاقيها موجوده هون. اذا بدي محيهم كلهم هودي واعمل فيداج للكوبال للريسايكل بن، بكبس مثل ما عم بتقولي كنت هلا من الاول، بقدر اعمل انا شو؟ امتي ريسايكل بن هلي هون. واذا بدي اعمل ريستور رجعهم لكلهم هول الفايلات، عود رجعهم مطرح ما كانوا سابقا، بكبس على شو؟ على الريستور، او بكبس على فايل معينه وبقول له ريستور ذا سيلكتد ايتمز، هاي الفيشيه اللي عملها سيلكسيون او بليزيور فيشيه، عود رجع لي اياها. يعني انا ممكن اعمل ريكوبيراسيون لفيشيه محيطها ولا لا؟ بلا لا بلا في اعملها ولا. دونك لازم اعرف انا كيف اروح على الريسايكل بن وكيف اعمل لها فيداج. اذا انا متاكد كلهم هذول مش بحاجه لهم، يا بكبس على الامتي ريسايكل بن، او اذا بدي اعمل سيلكسيون لكل الاليمون اللي هون رح نستخدم هذه الكوموند، سجلوها عندكم، كنترول ا، بكبس على التوش كنترول الموجوده على الكيبورد، ضلني كابس عليها وبكبس على الا. هاي بكره رح نستخدمها كمان بالوورد. دونك كنترول ا شو عملت لي؟ عملت لي سيلكسيون لكل الاليمون، هي كتبت لي تحت 242 ايتم سيلكتد، عملت سيلكسيون لكل الاليمون الموجودين عندي بالريسايكل بن. دونك بس اعمل هاي ساعتها بدي اعمل لهم شو؟ بدي اعمل لهم ديليت. كيف بدي اعمل لهم ديليت؟ هات لنشوف. في كبس كمان على الكيبورد ديليت، نعملها هيك. على الكيبورد في عندنا توش اسمها ديليت، بمجرد ما اكبس عليها تعطيني دغري مباشرة شو؟ ديليت. أو بعمل رايت كليك هلا جوات على الإليمون اللي عامل له أنا سيلكت، بس أعمل رايت كليك بيعطيني شو بدنا نعمل؟ يا ريستور يا كات يا ديليت يا البروبريتي تبعهم. شو بدي أعمل له أنا هلا؟ هات لنشيلها ونعمل ديليت لكيم وحدة. رح ناخذ من هون لهون رايت كليك عليها نقول له ديليت. ولا ار يو شور؟ على طول بس نعمل ديليت بيطلب مني كونفيرماسيون، بقول له اوكي طيرهم. ولا هل بعدهم موجودين عندي على الهارد ديسك تبعي هسه ولا لا؟ لا 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 انا شلتهم، هودي الفيشيات اللي محيهم انا، بس اللي الفيشيات اللي محيتهم انتقلوا من مكان واجوا على الريسايكل بن. هسه اذا انا بدي هالريسايكل بن خفف من الليمون الموجود فيها هون لانها بتاخذ محل عندي هالهارد ديسك، قول له امتي. يلا امتي شو يعني؟ امتي يعني فيدي، فيدي يعني طير لي اياهم كلهم سوا. بيعطيني هالمساج كونفيرماسيون انه هاو راح يروحوا على طول، ها بس فيك تعمل له ريستور. بقول له اوكي ولا لا؟ اذا متاكد ساعتها شو بعمل؟ ولا اوكي ولا تقريبا 1 جيجا راح يكون هلا في عندي 1 جيجا شو ريكوبيري. شو عمل هون؟ ولا بعدهم موجودين؟ ولا كبسنا ريسايكل بن، شو عطاني؟ This folder is empty. افيد هاي الفولدر شو عملنا فيه هلا؟ ما حيناه هون، ما عادش موجود عندي اي شيء جوات هذا الفولدر. طيب دكتور اللي بيروحوا من الريسايكل بين لوين بيروحوا هن؟ مش عم بسمع مضبوط، عم بيقطش الصوت تبعك، عيد السؤال. عم قول انه الملفات اللي احنا حيناهم من الريسايكل بين لوين راحوا؟ إيه راحوا، ما رحنا بس رجعنا على الريسايكل بين وقفنا بالريسايكل، ما احنا واقفين هون بالريسايكل بين. ليك وين مكتوب اسمه؟ اعطاني انه ما عاد في عندي شيء ولا اي
في شيء جواته. ايه بعرف، بس قصدي هو لوين راحوا؟ نحن هو بيخزنوا، انا قصدي اذا هو بيخزنوا يعني هن لوين راحوا وتخزنوا مره ثانيه ولا المحب المره. صوتك مش مفهوم دكتور. عم بتقول انه المحو مو يخلص. طيب خلينا نكفي هون شوي بس بالنسبه لهودي الاشياء. دونك كيف نقدر نعمل هودي الاشياء اللي قلنا احنا عنهم؟ كيف نعمل كرياسيون لفولدر من خلال نيو فولدر؟ على طول لازم نعرف نحن شو الفولدر اللي واقفين فيه نحن، وبعدين بالنسبه للفيشيه يا بنعمل لها رينيم يا موف يا ديليت، يا بنعمل لها كوبي. كوبي لنرجع هلا نعود نجرب مره ثانيه على الكوبي. نحن واقفين هلا بهي الفولدر اسمه سب فولدر 2، نجي بنعمل كليك على هاي الفايل مثلا، وهي الفايل من هون لهون، وفايل ثاني وفايل ثالثه، راح نعمل لهم هلا كوبي من خلال الكوموند، او نعمل لاحظوا شو مكتوب جوات البارونتيز كنترول سي، يا من خلال الكيبورد بكتب كنترول سي بعد بكون عملت سيلكت، او بعمل لهم كوبي. هلا عملت لها كوبي انا، بيجي لهون على السب فولدر 1، بس وصل على السب فولدر 1 بكبس على البوتون بيست او كنترول في عبر الكيبورد، بس اعمل بيست شو بتعمل لي؟ هول في شيء عملت لهم كوبي صاروا موجودين عندي هون ولا لا؟ صاروا موجودين عندي بهي الفولدر اسمه سب فولدر 1، وموجودين بالسب فولدر 2 اللي انا نقلتهم من هون. دونك يا من خلال السوري بنقول له نقل هيك مباشره، او بعمل لهم كوبي بيست وبحطهم بالفولدر اللي بدي اياه. دونك فيي انقل اي معلومات من اي مكان لاي مكان، اوكي؟ دونك هي الشيء اللي انا بدي اياه. كيف نقدر نعمل كرياسيون لفولدر؟ كيف نقدر نيجي نعمل فايل نعمل له كوبي رينيم ديليت موف اخذها حي الله مطرح. دونك هودي الاشياء اللي نحن فعلا لازم يكونوا مثل شربه المي عندنا، هودي انه عم يشتغل على الاورديناتور على طول بحاجه لهم. والله هي الويندوز اكسبلورر او الفايل اكسبلورر كثير مهم. دونك في عندنا بعض البروجرامات كمان هودي اتيوليتير، كل واحد عم يشتغل مثلا وبدي استخدم مثلا صوره، كيف بدي اخذ صوره؟ ها؟ مانيبيول ان كوبي ديكرون. مثلا هاي لناخذ هيدي الصوره اللي عندي طالعه قدامي على الاكرون. في عندكم توش على الكيبورد اسمها برنت سكرين، تعمل لي كوبي للاكرون. بمجرد ما اكبس عليها هيدي البرنت سكرين اخذت شو؟ اخذت صوره لهي الاكرون، هاي الصوره صارت موجوده عندها بالميموار تبعها. طيب انا كيف بدي استخدمها هيدي؟ بدي استخدم بروجرام اسمه ام اس بن. دونك انا ديجا لانه بستخدمه على طول حاطه عندي هون، بمجرد ما اكبس عليه بيعطيني اياه. اذا بديش انا من هون بيجي على البار دو ريشيرش هون وبكتب بن، بمجرد ما اكتب بن دغري اعطاني هي البروجرام. دونك بختار يا هي يا غيره. دونك بمجرد ما اعمل كليك عليه عمل لي لونسمون. فوالا صرنا هلا جوات البروجرام على البار دو تيتر مكتوب بن والفايل انتايتلد بعد ما الهاش اسم لانه بعد مش عامل لها سيف. دونك اذا بعمل هلا بيست او كنترول في الصوره اللي انا اخذتها تبع الشاشه رح تجي لهون. لاحظوا هاي الصوره اللي انا اخذتها تبع الشاشه حطيتها جوات البن. جوات البن في اجي اعمل انا سيلكت هون واجي اعمل كادر على بعض الاشياء اللي انا بدي اياها. مثلا بدي اخذ هودي بس ولا من هون لا هون تقريبا ولا عملت لهم سيلكت وبعمل لهم يا كوبي يا كات. اذا عملت لهم كات شو بتعمل؟ كات مثل واحد اخذ السيزو المقص وقصها للصوره. اوكي؟ هلا هيدي الصوره صارت موجوده عنده بالميموار. اذا بعد بقول له كنترول في او بيست بحط لي اياها هون. طيب لطير انا هاي الصوره كلها سوا بعمل لها سيلكت اول كنترول ا وديليت محيتهم، بقعد بعمل بيست هلا بحط لي الشيء اللي انا عملت له كوبي. دونك هاي الشيء اللي عملت له كوبي انا شو في اعمل له؟ اعمل له سيف. بيقول لي هلا بس بدي اعمل سيف انا، بما انه اول مره بيفتح لي الفناتر اللي اسمها سيف اس لحتى يقول لي وين بدك تخزنها لهي الفيشيه وشو الاسم اللي بدك تعطي اياها. دونك بتطلع انا هون على طول
وين باي فولدر بدي احطها. اوكي هو عرض لي البيكتشر، اذا انا بيناسبني البيكتشر شو بعمل؟ حطها هون وبعطيها اسم. طب هون راح نحط هلا كوبي اكران جلال، سميناها للفيشيه، والاكستنسيون تبعها هي بي ان جي، سيت ان فيشيه سيت ان ايماج، وبعطيها شو؟ سيف. دونك صارت موجوده هاي الفيشيه ولا لا؟ هاي الفيشيه ايماج صارت موجوده. في سكر انا البند وارجع لهون على اذا بدي ارجع على الويندوز اللي هون لشوف هلا هل فعليا انا هاي الفيشيه اللي عملت لها كرياسيون هل متواجده عندي ولا لا؟ وين حطيتها انا؟ مش البيكتشر؟ بتطلع بالبيكتشر هون، بقول له هلا كيف بدي اعمل له، بدور عليها كيف بدي اوصل إلى بشكل سريع؟ بغير الافيشاج وبقول له اعمل لي اياها بشكل ديتاي، وبقول له اعمل لي اياها بالنسبه لشو؟ للدات دي موديفيكاسيون. دات دي موديفيكاسيون هي هالفيشيه ولا لا؟ مش هيها؟ بل ولا قصة. اذا بدي اشوف انا مرات عندي اسباس هوني، اذا بدي اشوف نظرة عنها في اختار هيدي البريفيو بان، بيعطيني لمحة عنها انه شو في موجود جواتها. اذا بدي اشيها بقول ببوس عليها مرة تانية بشيلها. كنت هودي في حد انا طريقة عرض المعلومات قدامي، واذا بدي اشوف فعليا شو في جواتها ببوس على هاي او دي تايب بان. ولا يا بكبسه بيعطيني المعلومات الديتاي تبعها، اوكي ديمونسيون تبعها وقديش ماخذ سايز واكسترا، وكل ما اكبس على فايل تعطيني المعلومات تبعها. اذا ما بدي اياها بكبس عليها مره ثانيه. دونك هذا بالنسبه لنا الفايل اكسبلورر كثير مهم بالنسبه لي انا اذا بدي اعمل اي فيشيه وبدي شو شوفي عندي معلومات. دونك هذه الفيشيه موجوده عندي انا هون، شو في اعمل فيها؟ في اعمل لها ديليت. بس اذا عملت لها كات شو بصير فيها؟ مش كاتني عملت لها ديليت او ديليت مباشره؟ يا بقول له خذها على الريسايكل بين، او بقول له بيرمننتلي ديليت، ما تاخذهاش على الريسايكل بين، خلص محاليه بدون ما ياخذها على الريسايكل بين. زي عارف انا هذه الفيشيه مش ممكن استخدمها، فخلص بمحيها وبتروح علي. ماشي. دونك عندنا عدة بروجرامات اتيليتير هاو ممكن الواحد يستخدمه لحتى يقدر يمشي شغله. بعض الاحيان بحاجه اعمل شويه كالكيول عندي على بعمل شيء مثلا وبدي اضرب على عددين او اطرحهم او شيء، بدي استخدم بروجرام اسمه كالكيوليتر. يا بكتب اسمه تحت هون كال، او في طريقه ثانيه من خلال البوتون اللي هون وهو بيقدر يوصلني اياها. بمجرد ما اكتب انا كال لاحظوا بيعطيني اسم الكالكيوليتر، اسم الابلكيشن اللي بتعمل لي هيدي الكالكيوليتر. مثلا هلا رقم نحن هلا بديش بال 2022 ولا كيف تنكتب ال 2000 و بنحط لي فيرجول بدي بالفيرجول نمحيها لنشوف نرجع 2021 ولا بتطلعوا ال 2020 21 كيف انكتب بالبينار؟ طلعته؟ ولا على الكالكوليتر تبع الكمبيوتر دغري انا بقدر احولها لشو؟ لبينار. وهون على الكي دبل وورد، دبل وورد يعني حاطط في عندي 4 و4 و4، 4 ب 3 12 مزبوط؟ 12 بيت هون. لو في الواحد يقدر يختار على وورد واحد على 8 ويعود يكتب 2000 على وورد واحد 255 ولا هاي 255 على 8 بيت بيطلعوا كلهم اذا جيت حطيت هلا 256 شو بيصير عندي؟ يلا لنشوف. في اكتب على بايت واحد وورد اكثر من 255؟
لا عشان انتوا المعلوماتية عامة. اذا زدت واحد على هي شو بصير هذا؟ ان بلس ان بصير زيرو جورتيان ان. نفس الشيء جورتيان ان جورتيان 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 اخر شيء شو بصير عندي؟ بصير عندي كله زيرو. يعني على وورد واحد ما فيش اكتب اكبر فالير الا قد ايه؟ 255. اذا بيجي بكتب هلا بمحي له هذا الرقم او بقول له بلس ان شوف لي شو بيطلع لي نتيجه ولا لحتى يطلع النتيجه حط لي 8 بيت وزيد عليهم 4 لتطلع النتيجه. اذا كنت مصر انا على بيت واحد شو بيعطيني؟ مش رح تزبط الاوبريشن لانه خطيت ال 255. لو بعض الاحيان بحاجه انا لها لكالكوليتر لو كالكوليتر خليها عندي انا موجوده هون وقت اللي بحاجه الى بكبس تحت على الزر تطلع قدامي. طيب بحاجه مرات للام اس بن عرفنا كيف. طيب في عندنا بروجرام صغير اسمه نوت باد. النوت باد هو اديتر للتكست مثل مثلا وقت الواحد بده يكتب مساج على الواتساب بنكتب مساج مش في عندنا زون صغير للتكست نوقف الكرسر فيها بس نوقف الكرسر فيها مش بين بتبين عندي الكيبورد شو الاحرف اللي بدي اكتبهم استخدمهم ولكن بس لحتى اعطي شو اكتب مجموعه كاركتر. لوك هذا البروجرام اسمه نوت باد هو بيخليني اكتب تكست ولكن ما بيعطيني بوسيبيليتي انه اعطيها فورم بشكل مثل الوورد. وفي بروجرام ثاني متطور اكثر من النوت باد اسمه شو وورد باد. لوك كمان هو تريتمنت تكست متطور اكثر من النوت باد وفيه اعمل شويه اعطي فورم للتكست اللي دخلته. وفي عندنا هاي الكاركتير ما بعض الاحيان بدنا ندخل كاركتير ومش موجودين عندي على الكيبورد كيف بدي اجيبهم انا لهودي الكاركتير مش موجودين عندي على الكيبورد؟ يا بدي احفظ الكود تبعهم او انه بروح دغري مباشره على هاي البروجرام اللي هون يا بكتب اسمه هون بالزون بريشيرش وهو بيجيب لي اياها. اذا حطيت كاركتير نفس الاسم اللي حاطه انا هون اسمه شار ماب بمجرد انا بكتب انا هو بيساعدني بيعمل لي بروبوزيسيون اذا مزبوط هذا اللي بدي اياه كليك بيعمل لي لونسمون. بس اعمل لونسمون لهالبروجرام صار موجود هلا الايكون راح يكون موجود عندي هون هي موجود عندي هون يلا وين صار؟ فتح لنا اياه. اذا انا عم بستخدم هون بهي البرزنتاسيون وقف الكرسر هون بتطلع شو نوع الخط اللي انا عم بكتب فيه هون؟ بتطلع هون اسمه كاليبري هي نوع الخط. طيب اذا بدي زيد انا هون اكسون بدي احط ايه اكسون مش لازم يكون نفس الخط؟ بيجي على الكاليب على الكاركتر ماب بدور على الخط اللي اسمه كاليبري دغري اعطاني اياه بدور في عندي شيء حرف عليه اكسون هي الحرف اللي عليه اكسون اوكي بعمل له سيلكت وكوبي ولا وبيجي لهون بوقف بالمكان اللي بدي اكتب فيه بمجرد ما اعمل بيست او كنترول في طلع لي الحرف ولا لا؟ ولا مزبوط ولا لا؟ ولا يعني انا في احرف مش موجوده عندي على الكيبورد كيف بدي اجيبها لهي؟ اول بوسيبيليتي لازم اكون حافظ الكود تبعه وبكتب ساعتها يا كنترول يا الت الرقم اللي معي اياه وبكتبه او انه بستعين ب هاي البروجرام اللي اسمه كاركتر ماب بيعطيني كل الاحرف لمجموعه كبيره من الفونت اللي انا بستخدمها البوليس دي كاركتر نوع الخط اللي عم بستخدمه انا. لو اذا بكتب انا بخط اسمه تايمز روما او تايمز نيو روما هاي توهما تايمز نيو روما بيعطيني مجموعه الاحرف الموجوده عندي. اذا بدي شيء موجود لو مش موجود عندي على الكيبورد بختاره من هون والا بصير بدي احفظ شو بدي احفظ مثلا بدي هي الحرف اللي هون مش موجود عندي انا لو بعمل له سلاكت ولا لو بعده القديم اللي هون بمحيه حتى ما يطلع معه وبعمل له كوبي وساعتها في حطه مطرح ما بدي انا باي مكان اللي بدي اياه ما عادش بحاجه الى الكاركتر مات بسكره. هاي اللي هون الكالكوليتر ما عادش بحاجه الى لانه ماخذي محل بالميموري بصير حس انه البروجرام تبعي او الاورنياتور بطيء تبعي مش لازم افتح عدد كبير من الفولدر من البروجرامات. اذا عارف انا الميموري تبعي الرام تبع الكمبيوتر تبعي مناش كتير كبيره لحتى اقدر انا
اعمل لانسمون لكل هودي. طيب النوت باد كمان نوت باد في يكتب انا هوني نوت باد، او روح مثل ما شفنا هوني على دور على ويندوز اكسبلورر ويندوز اكسسوارز، دور على الويندوز، هاي الويندوز اكسسوارز. لاحظوا في عندي الكاركتر ماب موجود عندي هون، عندي النوت باد موجود هون، وفي عندي نشوف اخر شيء شو موجود عندي، عندي الوورد باد. دونك راح نعمل هلا لونس مون للوورد باد، ولا نعمل لونس مون للنوت باد ولا. دونك هاو تاي بروجرام، هي بروجرام اسمه نوت باد، وهذا بروجرام راح نصغر الفناتر تبعه ولا، وهذا الوورد باد راح نصغره نحطهم حد بعضهم. لاحظوا اذا جيت كتبت انا هوني بونجور ولا، طيب الا هيك مزبوطه الا، شو لازم تكون هذه الا؟ مش لازم تكون عليها اكسون؟ بل من بده يجيب الاكسون؟ حدا بيعرف كيف نكتب الاكسون؟ إذا بعرفش لمين بروح؟ على هذا الابلكيشن كاركتر ماب، مزبوط؟ بالكاركتر ماب بقول له حط لي هول الاحرف تبع هالخط اللي اسمه كاليبري، وجيب لي الحرف الا عليها اكسون جراف، هاي الحرف اللي هون اعمل لها سيلكت او بعمل لها دبل كليك كوبي ولا. نجي لهون بنمحي هاي وبنحط كنترول في، طلعت هيدي ولا كتب بونجور اتوس. طيب هلا شو في اعمل انا؟ يعمل لها سيلكت ولا اعمل لي بولد وايتاليك واندرلاين، وبدي اكتبها بخط لونه احمر اوكي، واعمل لها كوبي لهيدي واني الكوبي، هاي الكوبي هون وهي الكا وهي البيست، بعمل لها كوبي وبيجي لهون بقول له بيست بيست بيست، كتبتها قد ايه؟ عدة مرات. هون في اعملها هاي وتقول له غير لي اللون، حط لي اياه بلون اصفر، هيدي حط لي اياها بدون شلي الاندرلاين والايتاليك، خليها بولد بس اكتب لي اياها بلون ثاني ولا. لو في اعطيها عدة فورم. اذا بنرجي لهون على النوت باد في اعمل كنترول في شيلي انا هون، بس هل عندي هالفورمال كبيري انا عندي هون بال شو اسمه بالنوت باد؟ ما في عندي هالفورمال الا في اختار نوع الخط بس ولا، نوع الخط انا بدي اكتب مثلا بهذا الخط اللي هون اوكي ماشي الحال، بكتب فيها هلا كنترول في ياخذ نفس الخط، بس انه في اكتب تكست هون بالنوت باد ولكن ما في اعطيها بعض الفورمال، بينما هون في اعطيها مثلا بدي اقول هذه البونجور اللي هون حط لي اياها بالنص، واللي حط لي اياها على النص، بينما هون موجوده هاي عندي انا اقول له حط لي اياها بالنص، لا هاي بتخليني اكتب تكست صغير مثل الاديتر الموجود عندي على الواتساب او الفيسبوك او حي الله بروجرام عم بستخدمه انا ابلكيشن، وبدي اكتب مجموعه كاركتر، مزبوط ولا لا؟ مش هيك بنستخدمها نحن؟ دونك نوت باد هو نوع من اديتر بخليني اكتب كاركتر، ولكن ما في عندي شيء اسمه اعطيه فورم محدد، بينما الوورد باد في بعض الفونكسيون ممكن انا استخدمه، والاهم من هذا ومن هذا هو اللوجيستيال اللي اسمه شو؟ وورد اللي احنا بنتعلم عليه. هلا بس تجي اطلع منه لهذا البروجرام اسمه وورد باد يقول لي بدك تعمل سيف لهود المعلومات، اذا بحاجه لهم بقول له اوكي سيف، وبعطيه الاسم وباي فولدر، انا مش بحاجه له بقول له دونت سيف، يعني مش على طول لازم تقول له اوكي يا وهون كمان دونت سيف سكرتهم، مش الحال؟ دونك هودي اشياء قلنا بعض الاتيليتير اللي بحاجه الواحد لهم، والاهم هو هالبروجرام اللي اسمه ويندوز اكسبلورر او الفايل اكسبلورر، نقدر اعمل كوبي لفايل كرياسيون لفولدر اكسترا ولا. هيك بنكون اسا تقريبا خلصنا البارتي ريزيرفي للويندوز، شفنا هي كيف نستخدمهم الويندوز اكسبلورر او الفايل اكسبلورر، حطيناها
دونك هون رح نحطها فايل اكسبلورر كرياشن لفولدر رونس مودل بروجرام تيست بار حكينا عنها كيف نعمل كوبي للاكرون ونقدر نستخدمها بالبان. وبذكركم من المره الماضيه قلت لكم في عندكم ويب سايت كثير مهمه اللي هي اسمها clickformation.net كثير مهمه يعني الشيء اللي نحن بدنا نتعلمه جزء كبير وجتاي اكثر كمان بهالفيشيه. وفي عندكم كمان ويب سايت اسمها cours-microsoft-office.fr فرنسي وفي عندكم هول الفايلات موجودين عندكم فيكم تعملوا لهم داونلود وتصير تقروهم انتم وقت فيش عندكم انترنت وتقدروا تطبقوا مباشره على الكمبيوتر تبعكم. لانه هيدي الماده اللي احنا هلا بدنا نشتغل فيها من الحصه الثانيه بدنا نبلش فيها بالميكروسوفت وورد العبره وبنتعلمها بالتطبيق بار لا براتيك. يعني ما بكفي انا احفظ انه هاي تاسك بار وهي بار ديتاش وشو في اعمل فيها بدي اطبقهم. اذا ما طبقتهم ونفذتهم بيدي انا مش هيتعلمهم. ماشي اوكي دكتور واضحه الشغله؟ ايوه حبيت على طول بخصص اول حصه هيك بخصصها